السلام عليكم. سقطرى الحلقة المفقودة في معركة استعادة الدولة، رغم نأي هذه المحافظة عن خطوط الصراع العسكرية والمواجهات، إلا أنها لم تنأى عن تداعياتها. رسالة مناشدة من نشطاء أبناء الجزيرة بعثوا بها إلى رئاسة الجمهورية، وتضمنت عددا من النقاط المهمة حول ما يجري في محافظتهم، أبرزها ما تقوم به سلطات الإمارات من نهب وتجريف الثروات من حيوانات وأشجار نادرة ونقلها للإمارات وتمليك الأراضي والسواحل لهيئات وأفراد إماراتيين، بالإضافة إلى خروج المنشآت الحيوية عن سيطرة الدولة والسلطة كالموانئ والمطارات والكهرباء وغيرها نتيجة سيطرة نافذين إماراتيين على قرار الجزيرة والمحافظة. موقف يفسره مراقبون أنه استغلال واضح لضعف سلطة الشرعية في المناطق المحررة والسعي لفرض هيمنتها على المحافظة تحت غطاء الخدمات. مشاهدينا الكرام، سنناقش هذا المساء خطورة وتداعيات هذه الإجراءات على الجزيرة من قبل سلطات أبوظبي، ولماذا تتعامل الإمارات مع سقطرى بمعزل عن اليمن، وما تفسير هذا الموقف المتغاضي من الحكومة عن كل ما يحدث في الجزيرة، وما هي تبعات ما يحدث على المدى الطويل، ولما يسكت المجتمع الدولي وتحديدا الهيئات المختصة عما تشهده الجزيرة من تجريف وتدمير لأبرز مقوماتها السياحية والطبيعية. مشاهدينا الكرام، دعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. سقطرى الحلقة المفقودة في معركة استعادة الدولة اليمنية، وأهم الحلقات التي تتموضع في مساحة ليست بالهينة عندما يتعلق الأمر بالبحر، وعندما يتعلق الأمر بالعمق الحيوي أيضا ونقاط القوة الاستراتيجية للدولة اليمنية والأمن القومي اليمني المتصل بالبحر والمحيط. تستخدم الإمارات العديد من الشماعات لمضاعفة عوائق استعادة الدولة اليمنية، وتعمل على تشويش دور التحالف في ذهنية قوى المقاومة المحلية، ويسيل لعابها صوب المواقع الواقعة على خطوط التجارة الدولية وسقطرى على وجه التحديد. انتصار الجغرافيا والترابط المادي والحضاري والموقع الحيوي لسقطرى جعلها حاضرة بشكل دائم في الذاكرة الجمعية لليمنيين، الأمر الذي يصعب على صناع السياسات المحلية والإقليمية تجاوزه لصالح أي ترتيبات أخرى. شباب سقطرى وهم في عمر الزهور يتزاحمون في سلم الطائرة، مدفوعين بشغف تحقيق الأمنيات الفردية والسفر، والبعض لأول مرة يصعد سلم الطائرة، شباب وطلاب أبناء واحدة من أهم الجزر على كوكب الأرض. نهب الثروات وتمليك الأراضي والسواحل في سقطرى لهيئات وأفراد إماراتيين، وسيطرة نافذين إماراتيين على قرار الجزيرة والمحافظة، وخروج المنشآت الحيوية من سيطرة الدولة اليمنية مؤشر للخطر القادم من جهة البحر، في ظل صمت السلطة الشرعية تجاه كل ما يحدث في الجزيرة. رسالة بعثها مواطن من سقطرى للرئيس هادي حملت العديد من المضامين مزودة بالدلائل عن نهب الأحجار والأشجار والحيوانات، وتضمنت الرسالة إشارة إلى شخص يدعى أبو مبارك الإماراتي وهو الحاكم الفعلي لسقطرى بتواطؤ مع المحافظ. أشارت الرسالة إلى خروج بوابات سقطرى والمطار والميناء عن سيطرة الدولة، وأصبحت خاضعة لأبو مبارك وحراسة إماراتية، لدرجة وصلت إلى إقالة مدير عام ميناء سقطرى الذي أصر على تفتيش الصناديق الكبيرة التي تنقل ثروات سقطرى، كما اعترض على تحويل إيرادات الميناء لحساب شخصي بطلب إماراتي. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معي عبر سكايب دكتور أحمد الدبعي الأكاديمي والباحث من اسكتلندا، وسينضمه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور أحمد. مساء النور لك والسادة المشاهدين. إذن لو بدأنا معك أستاذ دكتور أحمد حول الرسالة التي بعثها ناشطون من أبناء محافظة سقطرى، بالرسالة مناشدة لرئيس الجمهورية، طرحوا فيها العديد من التجاوزات التي تحدث في الجزيرة، تجاوزات إماراتية، ويحذرون من مغبة ذلك ومن مخطط إماراتي بحق الأرخبيل. يعني ماذا تريد الإمارات برأيك من سقطرى بشكل عام؟ أعتقد أن قضية سقطرى هي تقع ضمن القضية اليمنية الكبرى، بحيث أنه لدينا حكومة لديها مناطق محررة من ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح، أو مناطق لم تتواجد أصلا فيها ميليشيات الحوثي وعلي صالح، نعم، مثل جزيرة سقطرى، لكن الحكومة لم تستطع أن تملأ الفراغات في هذه المناطق ولم تستطع أن تقوم بواجباتها بشكل مطلوب. الإمارات العربية المتحدة دخلت في التحالف العربي بغية إعادة الرئيس هادي للشرعية أو للسلطة في صنعاء، ثم تفاجأنا أنها ذهبت إلى سقطرى وبعض الموانئ في المكلا وفي المخا وفي عدن وفي
لديها نهم شديد في الموانئ ونعرف ذلك، لكن اللوم يقع على الحكومة اليمنية التي لم توضح حتى الآن للمواطن اليمني سواء كان في سقطرة أو خارج سقطرة ما هي العلاقة التي تربط الحكومة اليمنية والإمارات العربية المتحدة في موضوع سقطرة. هل أقدم الرئيس هادي على تأجير الجزيرة للأشقاء في الإمارات مثلاً، أو أن الإمارات تقوم بمفردها بالتصرف هناك في الإمارات في سقطرة كما يحلو لها؟ فمن نعم حقنا كمواطنين يمنيين أن نعرف بداية الحقيقة ما هي طبيعة العلاقة التي تربط الحكومة اليمنية والإمارات المتحدة حول قضية سقطرة بالذات، لأن هناك لغط كبير. هذه الجزيرة ليست جزيرة هامشية، هذه الجزيرة تعتبر تراث إنساني عالمي. نحن هنا في اسكتلندا في الحدائق الملكية لدينا نباتات من جزيرة سقطرة، وتعتبر الحدائق الملكية البريطانية سقطرة إرث إنساني حضاري عالمي بيئي، بمعنى أن الجزيرة استطاعت أن تقوم بتوأمة بين الإنسان والحيوان والنبات بشكل فريد. هناك تعايش نعم طبيعي رهيب في الجزيرة، يجب أن يبقى للعالم كله، فالجزيرة يهتم بها العالم بشكل عام ليس فقط اليمنيين. نعم إذن يعني هذا اللغط الذي تحدثت عنه دكتور أحمد، يعني أنت تسألت أنه أو قلت يجب أن يتم التوضيح ما الذي يحدث بالضبط. هناك أحاديث يعني ربما منذ تحرير عدن بتأجير الإمارات سنوات عديدة، وهناك أحاديث أيضا عن يعني تحويل سقطرى إلى يعني إمارة من الإمارات العربية بأرقام اتصالات مختلفة، بشراء ولاءات عديدة لأناس ربما يعني قد تلهيهم الحياة التي ما عرفوها أو ما اعتادوا عليها داخل الجزيرة. برأيك دكتور أحمد يعني ما هو الواجب على الحكومة غير أن توضح؟ طبعا يفترض أن يتم التوضيح مع كل حدث يتم، ولكن هناك يعني من يتحدث عن واجب وطني وسياسي لابد أن يقوم به الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء أيضا، يعني فيما يخص أداء التحالف في سقطرة بالذات. هناك الكثير من المتطلبات من الحكومة. النقطة الأولى هي أن تعرف الحكومة للشعب اليمني طبيعة العلاقة أو طبيعة الدور الإماراتي في سقطرى، هذا واحد. النقطة الثانية أن تتيح الحكومة اليمنية لوسائل الإعلام اليمنية وللمواطن اليمني للذهاب إلى أو لجنات تقصي حقائق للذهاب إلى سقطرى ونقل الحقيقة كما هي. سواء كان أيضا نريد من الحكومة اليمنية أن تسمح لمنظمات دولية تعنى بالبيئة أن تذهب إلى الجزيرة، لأن كما قلت أولا الإمارات دولة ليست لها خبرة بالتعامل مع المكونات البيئية الفريدة كسقطرى. لا. الإمارات دولة صحراوية خرسانية لا علاقة لها بالبيئة إطلاقا. نحن لا نتحدث هنا على السويد ولا على اسكتلندا، نتحدث عن الإمارات كدولة في الربع الخالي حولتها النفط إلى ناطحة سحاب، بيئتها تختلف عن بيئة سقطرى، فليس لها الخبرة في التعامل مع الغطاء النباتي، لا تعرف قيمة النبات هناك ولا تعرف قيمة أن لدينا أكثر من 200 نباتات نادرة غطاء نباتي فريد. أنا كنت أتعامل مع بروفيسورات يعملون في مجال الغطاء النباتي، ذهبوا إلى سقطرى من الحدائق الملكية الاسكتلندية وعادوا وقالوا لي أن هناك كنز فريد في الغطاء النباتي في سقطرى، هناك نباتات نادرة على مستوى لا توجد على كوكب الأرض إلا في جزيرة سقطرى. نعم. فالأخوة في الإمارات لديهم نهم شديد في الموانئ وما إلى ذلك. نحن نقول للإمارات بشكل واضح، نحن نريد شراكة بيننا ودول الخليج. هذا الاستعجال على قطف ثمرات أن هناك حكومة ضعيفة ثم تذهب الإمارات وتذهب غيرها أو غير الإمارات إلى موانئ اليمن أو مناطق اليمن لتنفرد بالسكان مستغلة فقر الشعب اليمني، هذا أسلوب حقيقة لا يعني أسلوب غير عصري. نحن نريد شراكة قائمة على تعامل مثيل، تعامل يعني بشكل قويم بشكل حقيقي مع الحكومة اليمنية كحكومة ندية لهذه الحكومات. هذا يعني شيء جيد لنا وللإمارات. نحن لا نريد الأخوة في الخليج يعني أن نقيم بينهم عداوات، نريد شراكات لا أقل ولا أكثر. وما تقوم به الإمارات يوجد لنا لغط كبير حول مستقبل الجزيرة، حول مستقبل العلاقة بيننا وبين الإمارات، لأن هناك الكثير من المنزلقات التي لا نريد أن نذهب إليها.
الأمور بسيطة جدا. هناك إذا كانت الإمارات تحب أن تستثمر في بعض مناطق اليمن، فهناك طرق رئيسية شرعية للتعامل مع هكذا أمور. أما أن تنفرد بالناس في حضرموت وفي عدن أو في سقطرة أو في المخا، هذا أسلوب مع احترامي ليس بالأسلوب الأمثل لإقامة علاقات دولية على المدى الطويل في هذا الإقليم. نعم، إذا اسمح لي دكتور أحمد أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الناشط الحقوقي فارس السقطري من هناك لينقل لنا الصورة بشكل أوضح ربما. مساء الخير أستاذ فارس. مساء النور أستاذ فارس، يعني بحكم تواجدك أولاً، نعم يعني أود أن تطلعنا أولا عن الوضع بشكل عام في سقطرة، كيف هو؟ أولا أشكر قناة بلقيس على الاستضافة. أهلا. الوضع في سقطرة تحت السيطرة الإماراتيين المندوبين الإماراتيين. نعم. وسقطرة تعاني من حصار جوي وبحرا، وهي تقع تحت السيطرة الإماراتيين. نعم. هناك انتهاكات تقوم فيها في المواني، في المطارات، في الأمن، في الجيش، في الصحة، في عدة قطاعات يعني. من قبل من؟ كيف؟ عفوا يعني أنا لم أسمع لك جيدا، ما الذي يحدث في هذه الموانئ في القطاعات التي تحدثت عنها، الموانئ والمطارات والصحة، نهضة أم تنمية أم؟ لا ليست هناك نهضة، إنما فتاة من النهضة. هي الموانئ تحت السيطرة المندوبين الإماراتيين. نعم. يعني تم توظيف المواني تحت خدمة الإمارات في نقل الأحجار ونقل ما يجدون من الجزيرة. من الجزيرة إلى الإمارات، ينقلون هذه الأحجار من الجزيرة إلى الإمارات. من سقطرة إلى الإمارات، نعم. نعم. إذا نعم. يعني هناك ولم يحصل. نعم، أكمل، نعم، ما الذي يحدث أيضا؟ هل هناك فعلا نقل للنباتات للطيور؟ ايوه، ليس هناك احترام للسياده الدوله والقانون. نعم. فهم يعني اذا كان هم اتوا ليحرروا، نحن نقول هل اتوا ليحرروا المناطق اللي هي تحت الشرعيه هذه، او انهم يحكموها بدلا من التحرير تحول الى حكم. نعم. يعني هل فعلا ما تم الحديث عن أستاذ فارس من خلال رسالة الناشطين يعني من أبناء سقطرة ببيع سواحل لنافذين إماراتيين بسيطرتهم أيضا على الأماكن الحيوية مثل الكهرباء، أن تتحدث عن المطارات والموانئ أيضا، الكهرباء وقطاعات الصحة وإلى آخره، هل هناك سيطرة تامة لكل المرافق الحيوية في الجزيرة؟ نعم، هناك سيطرة على القطاعات كالكهرباء والتربية والصحة وبخصوص نعم. السواحل، نعم هناك تم استحداث بناء على السواحل، بناء حديث يعني من قبل الدول الإماراتية، فهذا أكيد يظل أنها دعت من قبل الملاك. يعني يتم شرائها من الملاك في الجزيرة؟ نعم، يتم شراء الملاك، وهذا في السواحل طبعا في قرب المياه. نعم، ماذا عن الأشجار؟ هل يتم أيضا شراءها يعني نقل الأشجار بهذه الصورة، النباتات النادرة، الطيور النادرة أيضا، كيف يتم الحصول عليها؟ عن طريق شراء، يشتروا شراء يعني عن طريق النفوذ، شراء الولاء، شراء النفوذ، تزرف نهارا جهارا. وليس نحن نريد من حكومة الشرعية أن تضعنا في صورة وحقيقة يعني. نعم. نريد تصريح رسمي، هل الجزيرة استأجرت؟ هل باعت؟ هذا ما نريد من الحكومة. نعم، حتى أنتم يعني أبناء الجزيرة لا تعلمون ما هو الوضع بالنسبة للجزيرة. لا نعلم، ولكن الواقع الذي نشاهده نحن نقدر نقول أنها
باعت او استاجرت او انها يعني احتلال. نعم. اذا كان لم تبيع او تستاجر فهذا احتلال. نعم. اذا يعني فارس بعد الرساله التي تم توجيهها لرئيس الجمهوريه والتي تم الحديث فيها عن كثير من يعني اختراقات الاماراتيه لسياده الدوله كما تحدث، ما يعني هل اتاكم رد؟ ما الذي تنون القيام به بعد ذلك؟ للاسف لم نشاهد اي رد رسمي من قبل الحكومه الشرعيه الممثله بهذه. نعم. ليس هناك رد للاسف. إذا ما هي خطوتكم القادمة كناشطين؟ يعني تشعرون بالأسى تجاه جزيرتكم، تشعرون بأنها تنتهك أمام أعينكم، ما الذي ستقدمون عليه؟ نعم تنتهك، نعم، وللأسف أن نحن من أصبحنا كأجانب في جزيرتنا، نخضع للتفتيش، نخضع للاستفزازات، نخضع للإهانات، الانتهاكات من قبل المندوبين الإماراتيين بمساعدة من تواطأ معهم. نعم. إذا يعني هل يعني بعد الرسالة التي لم تطلقوا عليها جواب، ما الذي ستقومون به أستاذ فارس؟ هل هناك لديكم خطوات أخرى؟ نحن قد نوثق هذه الانتهاكات إلى حين تقوم الدولة، ونقول أن سنرفعها للمنظمات الحقوقية. نعم. وسنشكل قريبا ضابط، سنشكل رابطة إعلامية ناشطين. هل فكرتم أستاذ فارس بالتواصل مع أي منظمات عالمية تعني بسقطرى؟ والجميع يعلم ما الذي تعني سقطرى بالنسبة للعالم، هم الوحيدون ربما هذه المنظمات أو الباحثون يعني هم من يهتمون بسقطرى، هل تم التواصل مع أي منظمة عالمية تعني بالإرث الخاص بسقطرى؟ لحد الآن للأسف لم نتواصل، فهنا الكثير من الخوف بين أبناء الجزيرة، الكثير من الخوف فلا يستطيعون أن يظهروا على القنوات ويناشدوا بشكل يعني واضح، فنتمنى أن نوصل إلى المنظمات الدولية الحقوقية، نتمنى ذلك. نعم. إذن شكرا لك أستاذ فارس السقطري الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من سقطرى. عودة إليك دكتور أحمد، استمعت لحديث يعني أحد سكان الجزيرة والموجوعون يعني بما يحدث هناك، انتهاكات تحدث، سيطرة تامة على المرافق الحيوية، مطارات، موانئ، كهرباء، صحة، استفزازات للمواطنين، تفتيش، يشعرون بأنهم لم يعودوا في جزيرتهم، والأدهى من ذلك أنهم يعني حاولوا التواصل برئاسة الجمهورية لم يأتيهم أي رد، ولا يعلمون بالضبط ما هو وضع الجزيرة، يعني هكذا أصبحوا فجأة يكتشفون بأنهم يعني قال إن لم تؤجر الجزيرة أو تباع فنحن ضمن احتلال. للأسف الشديد ما استمعتوه من الأخ فارس السقطري شيء مؤلم، أن يعيش الإنسان في سقطرى لا يدري ماذا يجري هناك، ولدينا رئيس جمهورية ونائب رئيس جمهورية وحكومة وتحالف يدعي أنه أتى من أجل نصرة الحكومة. أول نقطة، لم تكن جزيرة سقطرى بحاجة لتحرير، جزيرة سقطرى هي محررة أصلا، لم تكن هناك فيها تواجد لا ميليشيات ولا تواجد لا صالح ولا الحوثي هناك. الجزيرة لم تكن بحاجة لكل هذا اللغط الذي يحدث الآن. إنما أعود وأقول الآن الحكومة اليمنية مقصرة في هذا الجانب بشكل كبير كي تشرح للناس، وأيضا الرئاسة أتمنى أن تشكل لجنة، وتشكل لجنة ليس على الطريقة اليمنية كما تعودنا، نريد أن نعرف الحقيقة، أن يذهب صحفيون يمنيون، أن يذهب مسؤولون، أناشد وزير الخارجية الأستاذ عبد الملك المخلافي وأيضا عبد العزيز جباري إذا كان الرئيس ونائبه مشغولون بجبهات القتال، أن يذهب أحد منهما أو رئيس الوزراء الدكتور بندار، أن يذهبوا إلى الجزيرة ويمكثوا هناك يومين ثلاثة أيام مع الناس حتى يطمنوهم أنها ما زالت تابعة للجمهورية اليمنية، كما تحدث الأخ من سقطرى وكأنهم في وضع احتلال. نعم. مؤلم حقيقة أن نرى الإخوة في الأشقاء في الإمارات المتحدة يعاملون سكان جزيرة سقطرى بهذه الخشونة غير المبررة. أنا كما قلت، إذا كانت الإمارات تريد أن تستثمر مستقبلا هناك، الجزيرة هذه ليست كطبيعة الجزر الأخرى، لا نريد هناك عمارات. نعم دكتور أحمد، هل فقدنا الاتصال؟ نعم
دكتور أحمد، يعني وأنت تتحدث عن هذه النقاط، فعلا جزيرة سقطرى ربما هو الأجمل ما فيها أن تظل يعني بكرا كما هي، لا تتدخل فيها الحداثة المدنية التي طغت عليها دبي. لا نريد تحويل الجزيرة إلى يعني مدينة إماراتية تطغى عليها الحداثة المدنية، هذا ما ودت قوله ربما؟ نعم نعم، لا نريد هذا هي جمال جزيرة سقطرى هي في غطائها النباتي، وأيضا وجود حيوانات نادرة فيها وطيور نادرة. هكذا جزر يجب أن تبقى كما هي عذراء، جزر تسمى الجزر العذراء، مثلها مثل جزيرة بالي في إندونيسيا، حتى نكون صناعة سياحية تليق بهذه الجزيرة لاحقا. أما أن نقحم الخرسانة والإسمنت في هذه الجزيرة ثم نقرف التربة من أجل شيوخ الإمارات أن يمدوا أرجلهم هناك في سقطرى، فهذا شيء غير منطقي وهذا شيء مرفوض. هذا شيء أولا يمس السيادة اليمنية، أيضا المنظمات الدولية لن ترضى بذلك، خاصة الأمم المتحدة والمنظمات التي تعنى بالبيئة، لأن هذه الجزيرة أشبه محمية الآن. الذهاب بهكذا صفاقة للتعامل مع الجزيرة وكأن لا حكومة لنا فيها ولا شعب ولا ناس ولا مواطنين، فقط نستغل في فقرهم ثم نقوم بشراء الأراضي هنا وهناك لندعي لاحقا يعني أنها تتبع الإمارات وشيوخ في الإمارات، فهذا كله لا يمس للقانون بأي صلة، سيسقط قانونيا، لأن من يتصرف بجزيرة سقطرى؟ الحكومة اليمنية ممثلة بالشعب اليمني لاحقا بالبرلمان والحكومة والرئاسة. نعم. فقط لا غير. نعم، إذن يعني هذا الصمت دكتور أحمد ما هو تفسيره من وجهة نظرك؟ يعني لا نجد أي تبرير، ربما نحن اعتدنا على صمت الحكومة في كثير من النقاط التي مرت بها اليمن وأحداثها أيضا، ولكن ما يؤسف حقيقة يعني هذا التدمير الممنهج لجزيرة سقطرى، نقل كل ما له علاقة بجمال سقطرى وإرث سقطرى إلى الخارج واستباحتها بهذا الشكل، يعني ألا يستدعي الوقوف بجدية عند هذه النقطة كموقف تاريخي يفترض أن يقام به؟ ما زلنا منتظرين من الرئاسة والحكومة أن يقوموا بواجبهم، لأن هذا أبسط يعني الأمور التي يجب أن يقوموا بها. هذه محافظة، نحن نتحدث عن محافظة يعاني سكانها الآن من وضع أشبه بالاحتلال. الحكومة لم تحرك ساكنا في هذا المجال، ولم ترسل لا وزير ولم ترسل لا رئيس، لا يوجد مسؤول يمني يذهب إلى هناك ويتقصى الحقائق ويستمع من الناس. من حق المواطنين اليمنيين في جزيرة سقطرى أن يستمعوا من المسؤولين مباشرة في الجزيرة، يذهبوا بأي طائرة. أنا عندي معلومات أن هناك رحلات من الإمارات إلى جزيرة سقطرى، يذهب وفد حكومي ممثل بأيضا إعلاميين وأيضا حقوقيين وأيضا ممثلين بأعضاء مجلس النواب، يذهبوا إلى هناك ويستمعوا للناس مباشرة، حتى لا نقول أن هناك تخرصات أو ادعاءات. الحكومة عليها أن تقوم بهذا. ربما يعني هناك من يفسرها من وجهة نظر أخرى دكتور أحمد، أن هناك يعني أن الحكومة على علم بما يحدث في الإمارات، وبالتالي صمتها يفسر عفوا في سقطرى، وبالتالي صمتها يفسر بأنه يعني نحن نعلم ما الذي يحدث ولا نستطيع أن نتدخل. هل يعني الحكومة يبدو أنها وضعت أولويات السواحل والمواني الآن التي تتصرف بها الإمارات ليست بتلك الأهمية، هي توالي عندها أهمية الآن في المعارك العسكرية، ثم لم تتفرغ للملف ذلك، للملف ملف الموانئ وملف وعدم وإرباك العلاقات أكثر بالإمارات المتحدة. نحن نعرف أن العلاقات ليست بتلك المثلى بين الرئيس هادي والإمارات، ورأينا كيف استقبل في الإمارات وكيف منعته الإمارات من الهبوط في مطار عدن. نعرف أن هناك إشكالية في العلاقة، أما فاختيار الرئاسة لأن تصمت هذا خيار أيضا خيار كارثي. الحكومة يجب عليها أن تتكلم، هذه مسؤوليتها، هي تمثل الشعب. الرئيس هادي لا يمثل هادي كشخص، هو يمثل الناس. هؤلاء الناس كالأخ السقطري الذي تحدث من الجزيرة الآن قبل قليل ثم قال أنهم يعني يشعرون أنهم في وضع احتلال، ألا يوجد ضمير للحكومة عندما يقول مواطن يمني أنه يشعر بوضع احتلال في مدينته أو في محافظته؟ يجب أن يبرر ذلك، يجب أن تذهب الحكومة كما قلت وتشرح للناس ماذا يحصل هناك. إذا كانت الإمارات العربية المتحدة ذهبت هناك بدون تنسيق من الحكومة، أيضا الحكومة يجب أن تتحدث.
متى سيتحدثون؟ عندما يقرفون التربة كامل وينتهي الغطاء النباتي والحيواني في الجزيرة، متى سيتحدثون الأخوة في الحكومة؟ نعم، إذن اسمح لنا دكتور أحمد أنت والسادة المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير، ثم نعود لاستكمال الحوار. المنصة برنامج تفاعلي نقترب منكم به أكثر، نعرض همومكم ونواكب اهتماماتكم. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة، نتشارك النقاش معا حول أبرز القضايا بحثا عن الحلول. المنصة، لأن بلقيس صوت اليمنيين. إذن دكتور أحمد، يعني نعاود الحديث معك وبعد الترحيب بك مجددا أنت والسادة المشاهدين. دكتور، يعني كنا نتحدث عن الوضع في سوق قطرة. المضحك المبكي دكتور أحمد أن نتحدث عن انقطاع تام للخدمات الحقيقية بالنسبة للمواطن. يعني تعلم أن جزيرة سوق قطرة مدينة شبه مقطوعة عن التواصل والخروج، يعني حتى قبل قرار التحالف نعلم يعني أن طيران اليمنية لم يصل إلى هناك رغم التوجيهات العديدة بنقل المسافرين من وإلى سوق قطرة، صعوبة أيضا التوجه عبر البحر خصوصا في فصول معينة من السنة، تقريبا هذه هي الفصول التي ترتفع فيها الأمواج ويجد المواطن سوق قطري صعوبة شديدة في التنقل عبر السفن، وأحيانا يتنقلون عبر القوارب الصيد التي يعني هي مدعاة للغرق. يعني جانب بأن الإمارات تستولي على سوق قطرة، جانب غير مشرق بالمرة ولا حتى على مستوى أبسط الخدمات التي يمكن أن تقدم لهذا المواطن سوق قطري. يعني هناك من يفسرها بأنها فقط مص أو امتصاص لكل ثروات سوق قطرة دون تقديم أدنى شيء، يعني كما يقول على الأقل في عدن يفاخرون بأنهم قاموا بطلاء بعض المدارس وأن الهلال الإماراتي يقدم المعونات للمواطنين، كيف تفسر هذا التناقض؟ لو رأينا للصورة الكلية بشكل عام ماذا قام به التحالف بالمحافظات المحررة كما يقولون، للأسف الشديد لم يستطع التحالف ولم تستطع الحكومة أن تبني النماذج ناجحة في هذه المناطق. لم تستطع أن تقيم نموذجا ناجحا لا في عدن ولا في حضرموت ولا في شبوة ولا في أبيان ولا في لاحج ولا في سوق قطرة ولا في المهرة. وهذا السؤال الكبير. إذا كنا نتحدث عن أن هناك تحالف قدم إلى اليمن ليعين الحكومة اليمنية للعودة إلى السلطة والشرعية بحيث أن يستطيع الرئيس هذه العودة إلى صنعاء لاحقا، فنحن نتحدث عن إخفاق يعني مكتمل الأركان، مؤلم حقيقة. لا مبرر أن تبقى هذه المحافظات حتى الآن بدون خدمات. أنا عندي معلومات أن الخدمات إذا كانت في العاصمة عدن نفسها الاقتصادية خدمات سيئة جدا، الكهرباء تنقطع، مطر عدن لم يعد إلى حتى الآن بشكل طبيعي، الرحلات حتى الآن لا توجد أي شركة غير شركة اليمنية التي تنقل الركاب، وهي معنا طائرة تقريبا أو طائرتين في الخدمة. فالوضع حقيقة كارثي بكل معنى الكلمة، وهذا الوضع الكارثي الآن ليس سرا، صار العالم يعلم بشكل كبير أن المعاناة الموجودة في اليمن هي أكبر معاناة إنسانية على وجه الكرة الأرضية. فيما يجري في سوق قطرة الآن هو جزء من هذا الخلل، من هذه الصورة المختلة في الواقع اليمني. أن هناك ذهبت الإمارات المتحدة إلى جزيرة سوق قطرة، كان ينبغي لها أن تتعامل مع المجلس المحلي وتعينه وتقدم له دعما ماديا ليقوم بواجباته، بحيث أن الناس يعيشون في سوق قطرة بشكل أفضل، أيضا تساعد الحكومة للقيام بواجباتها هناك، لا أن تقوم نعم يعني الأبرز من خلال يعني شكاية الناشطين يعني أنه تم شراء ولاءات أكثر من يعني بمبالغ خيالية، يعني ربما يعني هناك أيضا من خلال رسالة التي يستطيع أن يطلع عليها أي أحد تهمة صريحة وواضحة لمحافظ المحافظة الذي قيل بأنه منذ تعيينه نعم
يعني جعل الجزيرة مستباحة للإمارات. دعني دكتور أحمد أشارك معنا في حديثنا هذا الأستاذ عامر الدميني رئيس تحرير موقع الموقع عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ عامر. مساء النور. أهلا أهلا بك أستاذ عامر. يعني السيطرة التامة التي تسيطر عليها على الجزيرة الإمارات، يعني على حركة الموانئ البحرية، على أيضا الموانئ الجوية، نقل الإرث الخاص بسقطرة من حيوانات، نباتات، طيور نادرة. تحدث معنا أيضا أحد مواطني الجزيرة ويعني تحدث قال أننا نشعر أننا في احتلال يعني داخل الجزيرة. كيف تفسر هذا الخرق الواضح للقوانين اليمنية وهدر السيادة؟ للأسف جزيرة سقطرة أو محافظة الخليج سقطرة تمثل اليوم إشكالية كبيرة متعددة الأوجه والمظاهر. سقطرة اليوم ليست تحت الوصاية الإماراتية، تحت الاحتلال الإماراتي أو الوصاية. هذا المفهوم الممارسة الإماراتية تعدت هذا المفهوم بشكل كبير. سقطرة اليوم تعاني من العديد من الأشكال، النهب والسلب وتزوير الهوية والعبث بالجزيرة والعبث بتاريخها والعبث بخاصتها الطبيعية، العبث بكل الامتيازات التي كانت تمثلها سقطرة. اليوم سقطرة تتعرف أراضيها التجارية وآثارها التجارية أيضا، وتم العبث بها بشكل وضع النظير. مرت العديد من الحكومات بدءا من الانجليز ثم بالحكومات التي حكمت الشطر الجنوبي سابقا، ثم جاء حكم علي عبد الله صالح، وظلت جزيره سقطره كانها جزيره خامه محافظه على طبيعتها، على بنيتها، على هويتها، على الشكل الذي هي عليه منذ عشرات السنين. اليوم هذه القاعده انكسرت من وجود الاحتلال الاماراتي، الوصاية الاماراتيه، التواجد الاماراتي داخل جزيره سقطره. هو لم ياتي لمساعده اهل الجزيره، ولم يقدم شيء عملي مثل ما قدم الاستعمار افتراضا، مثل ما قدم الاستعمار في معظم مناطق العالم. هذا اتى لذهب ما يوجد في الجزيره والابتلاء على ابرز المميزات التي تحتويها. بالتالي نحن امام اشكاليه صعبه، حتى لو تدخلت الحكومه اليمنيه اليوم ووضعت حد لهذا الامر، فما نريد من الجزيره والعبث الذي مورث هو شكل كبير من اشكال الاحتلال ولن تستطيع اعادته. الجمهور هناك لا يتعدى فقط ممارسات بحق خيرات الجزيره او ثروات الجزيره الطبيعيه، بل ان الممارسات تعدت الى التحكم بكل شؤون الحياه واهالي سقطره واهالي سقطره، بدءا من التعيينات في المناصب الحكوميه، بدءا من شراء الاراضي، بدءا من التحكم حتى بالموظفين الموجودين في مختلف الاجهزه. يعني اذا لم يستطع المحافظ ان يقيل مسؤول الامارات ترغب بازالته فهو تحت المساله بالنسبه للامارات، وبالتالي جرى ازاحه العديد من المسؤولين من مواقعهم بناء على رغبه اماراتيه. الجزيره خرجت عن نطاق سيطره الدوله اليمنيه بكل ما تعني هذه الكلمه. الطائرات والسفن التي تاتي فارغه وتعود محمله باشياء من الجزيره في رحلات مستمره لا تنقطع، اضافه الى انه تم تلقيم الجزيره بإنشاء بتجربة عسكرية على غرار ما يحدث في عدن وحضرموت من خلال تشكيل قوات ما يسمى القوات الأخضر. السفر الجوي مفتوح من داخل الجزيرة لأبناء الجزيرة إلى سقطرة. معلوم أن هذه لها مخاطر عديدة على المجتمع السقطري وعلى الدولة اليمنية من قبل. كل الذين ذهبوا إلى الإمارات وعادوا إلى اليمن لم يعودوا إلا بمشاريع تتراقب مع الحكومة اليمنية ومع رغبة يعني هل نعم أستاذ عامر، يعني هل يعقل يعني أن يتم التجريف بشباب الإمارة سقطرة بخيراتها بهذا الشكل، يعني مع صمت واضح للحكومة دون يعني أن تفسر أو توضح؟ يعني الشاب الذي كان معنا يقول يعني كنا نتمنى من الحكومة أن تظهر وتحدثنا ما الذي يحدث في جزيرتنا، هل بيعت، هل أجرت، هل نحن في احتلال رسمي، ما الذي يحدث؟ لا تستطيع الحكومة اليمنية أن تفتح فمها أو تعترض على ما يجري. جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية تجاه ما يجري في سقطرة هي إجراءات شكلية فقط، لا تستطيع وضع حد للاختلافات المستمرة من الجانب الإماراتي في سقطرة. تم تغيير المحافظ السابق وتعيين محافظ جديد، جاء المحافظ الجديد ليفتح الأبواب على مصراعيها للمسؤولين الإماراتيين داخل الجزيرة. ثم الذي تغير؟ الرئيس هادي زار الجزيرة أكثر من مرة
ربما رئيس الوزراء زارها وقريبه على اطلاع بما يجري في الجزيرة، لكن لا يستطيع أن يفعل شيء. كل التجريف الذي يحصل في جزيرة سقطرة على علم ومسمع الحكومة اليمنية. الإمارات تتملك الكثير من الأوراق وتتملك الكثير من عوامل الضغط على الحكومة اليمنية، وبالتالي لا تستطيع الحكومة أن تفعل شيء أمام هذا الأمر. نحن أمام احتلال واضح مكتمل الأركان ويمارس كافة أنواع وأشكال الوصاية على الأرض. الحكومة اليمنية تبدو عاجزة لعدة عوامل، أولا بعدها عن الأرض، ثانيا عدم وجود سلطة تستطيع أنها تتحكم بما يجري بالأرض، تستطيع أن تفرض حدودها، تستطيع أن تتدخل لإيقاف هذا العبث. إذا تم تعيين اليوم، إذا تم تعيين محافظ سقطرة الحالي، سيأتي محافظ جديد، لا تزال الإمارات موجودة، وبالتالي الخلل الأساسي يتعلق من وجود الإمارات في نفسه. أما الحكومة اليمنية فيها في مرحلة ضعف، وهي تشعر أنها بحاجة إلى الإمارات في جوانب أخرى ثانية وفي أماكن أخرى، وبالتالي لا تستطيع أن تقول الإمارات لا. هذا الأمر له تداعيات عديدة كما أسلفنا، له العديد من المؤثرات. سقطرة التي ظلت جزيرة بكر وخام، واليونسكو أضافت صنعتها من المحمية الطبيعية في العالم، هذا كله الآن ينكر ويتلاشى، ونفقد ما كان يمكن اعتباره مكسب جغرافي وتاريخ كبير. وبالتالي التعويل ليس على الحكومة اليمنية اليوم، التعويل على اليمنيين، على جزيرة الواحد أو خط الناس ليعلموا ما الذي يجري في سقطرة. التعويل أيضا على التحالف العربي إذا كان هناك تحالف أصلا حريص على ما يجري. نعم، إذا دعني يعني أعود لي، ابقى معنا أستاذ عامر، أعود لك دكتور أحمد. يعني يجد الأستاذ عامر أن الحكومة على علم بكل شيء، ولا يمكن أن يحدث كل ذلك دون علمها، ولكنها في مرحلة ضعف بحاجة للإمارات، لا تستطيع أن تقول لها لا بكل وضوح لأنها تحتاجها في جوانب أخرى، مع العلم يعني أن الأحداث في الآونة الأخيرة ليست على ما يرام بين الإمارات والحكومة اليمنية. ما رأيك؟ الحكومة اليمنية لا نستطيع أن نقبل أي تبرير منها، سواء كانت قوية أو ضعيفة، هي يجب أن تتحمل المسؤولية. يجب أن تتحدث للتحالف العربي ممثلا أولا بالسعودية، المملكة السعودية هي التي تقود التحالف. يجب أن يتم عرض المشكلة على المملكة العربية السعودية بشفافية. يجب أن تتحرك الحكومة في المجتمع الدولي. يجب أن تخرج من هذا الصمت المطبق. نحن نفقد محافظاتنا واحدة تلو الأخرى، تتقسم البلد بشكل مخزي. التحالف العربي عجز أن يقيم أي نموذجا ناجحا في اليمن حتى الآن. معاناة الشعب اليمني ليست فقط في سقطرة، في كل مناطق اليمن تزداد يوما بعد يوم لتصبح أكبر كارثة إنسانية على وجه الكرة الأرضية. هذا الصمت من الحكومة اليمنية سيأتي بكوارث لا يمكن التغاضي عنها، وستقذف بالشعب اليمني 100 سنين للوراء. أما أن نقول أن الحكومة اليمنية عاجزة لأنها فقط ضعيفة، نعم الحكومة اليمنية عاجزة لأنها تريد أن تكون عاجزة، تريد هي نفسها الحكومة اليمنية حتى الآن تريد أن تكون عاجزة حتى تتملص يبدو من مسؤولياتها. وإلا كيف نفسر هذا الصمت المطبق الآن للحكومة فيما يخص جزيرة سقطرة بالذات؟ الجزيرة كما قلت وأسلفت سابقا لم تكن جزيرة محتلة، لم تكن هذه الجزيرة في وضع احتلال حتى يتم استخدام الإمارات العربية المتحدة للجزيرة. الآن بشكل مختصر يجب أن يقال للإمارات يجب أن تخرج من جزيرة سقطرة، أهل سقطرة أدرى بالجزيرة، يقومون هم بإدارة هذه الجزيرة منذ زمن سحيق. يبدو لي أن المحافظ القائم الآن في سقطرة يبدو أنه متورط في قضايا فساد في الجزيرة، في قضايا بيع وولاءات وبيع أراضي وما إلى ذلك. يبدو يجب على الرئيس هذه والحكومة اليمنية أن تقوم باستدعائه أو استبداله فورا. وكما قلت يجب أن تكون هناك تغطية، لا نريد أن نتحدث عن سقطرة وكأنها في المريخ. يا عالم، نريد أن يذهب يمنيون من البرلمان، من الحكومة، من الإعلاميين إلى الجزيرة ويروا بأم عينهم، يرون ماذا يجري هناك، يأتوننا بالحقائق. نعم، سأعود لك دكتور أحمد بعد عودة أخيرة للأستاذ عامر. أستاذ عامر، يعني كما يتم الحديث هناك تجنيد أبوظبي لنحو 1000 شاب سقطري خضعوا لتدريبات مكثفة في الإمارات لعدة شهور، ودورات دينية أيضا لخطباء المساجد. هذه القوى الخشنة والناعمة كما يقال، ما مدى تأثيرها يعني خاصة هناك تعبئة عسكرية ودينية على سقطرة في المستقبل واليمن بشكل عام؟ للأسف هذه الإجراءات التي تقوم بها الإمارات
لا تقوم على الإضافة. يعني إنه عندنا مثلا في سقطرة اكتمال لقوات أمنية في سقطرة، الإمارات لا تقوم على إضافة قوات أمنية أو تزيد قوة أمنية أبدا، بل تقوم بتشكيل قوة أمنية بديلة على القوة الأمنية الموجودة أصلا، بحيث تخلق ولاءات متعددة وتخلق مراكز سيطرة تستطيع أن تسيطر بها على الأرض. هذا الذي حصل في 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 جزيرة سقطرة. جزيرة سقطرة للعلم نسبة الكريمة فيها صفر، يعني الخلافات بين الناس، دواعي الأمن، الاستقرار، الناس مستقرين منذ قرون عديدة، لا توجد فيها يعني جريمة يومية ممكن أن تسجل لدى السلطات الأمنية هناك. بالتالي لا تحتاج الجزيرة لقوة أمنية تدير شؤون الناس على غرار الحكام الأمني، لكن الإمارات جاءت واستقطبت مجموعة من شباب الجزيرة وقامت بإرسالهم إلى أبو ظبي، وتم تدريبهم وتخريج العديد منهم في جزيرة قطر لتوفروا عملية السيطرة الأمنية داخل الجزيرة، علما بأن المحافظة أساسا لا تحتاج لمثل هذا الحزام مع وجود العديد من الألوية العسكرية سواء القوات المسلحة أو الأمن المركزي والقوات الأمنية المتواجدة في الجزيرة. لكن هذه سياسة الإمارات هي جزء لا يتجزا من السياسة التي تتبعها في بقية المحافظات، على سبيل المثال ما حصل في عدن، ما حصل في شبوة، ما حصل في حضرموت، وما كان وما حصل أيضا في المهرة. وبالتالي هي سياسة تهدف فيها الإمارات إلى حماية مصالحها، إلى ربط مختلف مؤسسات السقطرة أو غيرها من المحافظات بها مباشرة، بما ينفي إليها التصرف بكل أريحية خيرات هذا البلد أو بالعبث الموجود داخل الذي تمارسه من وقت لآخر. نعم. إذن هذا الأمر لا زال مستمر. قبل يومين أو قبل الأيام الأخيرة ترسل الإمارات مجموعة من شباب سقطرة إلى هناك. لا يتوقف الأمر هناك لا يتوقف، فإن النقطة هذه بالذات لا يتوقف على إرسال مجموعة من الشباب لتولي مناصب أمنية، بل تم إبعاد كثير من المدراء العموم من الموظفين الحكوميين في سقطرة الذين يشغلون مكاتبهم من وقت مبكر، وتم إرسال مجموعة شباب جديدة إلى أبو ظبي لتدريبها، ومن ثم تم عودتهم إلى سقطرة وتوظيفهم وإحلالهم مكان الموظفين السابقين. وهنا أؤكد فقط على ضريبة ما يتعلق بأداء الحكومة اليمنية. الحكومة اليمنية كثير من الموظفين في حضرموت في سقطرة أرسلوا رسائل للحكومة اليمنية بما فيها الرئاسة ورئيس الوزراء، وأطلعوهم على ما يجري في سقطرة أولا بأول، لكن هؤلاء في مرحلة ضعف، هذه لا تعفي من أداء مسؤوليتهم، لكن هم في مرحلة ضعف لا يستطيعون أن يفعلوا شيء لإنقاذ الجزيرة من حالة التدهور والخذلان والتجريف الذي تعيشها الآن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عامر الدميني رئيس تحرير موقع الموقع، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أخيرا دكتور أحمد، يعني ربما كلما تحدثنا عن موضوع سقطرة يتم الحديث بأننا نبالغ أو نهول هذا الأمر. بالطبع جميعنا يتذكر إعلان وزير السياحة. نعم، ما زلت معي دكتور أحمد؟ نعم، يبدو أننا إذن فقدنا الاتصال بك دكتور أحمد الدبعي. شكرا جزيلا لك الأكاديمي الباحث، كنت معنا عبر سكاي من اسكتلندا. مشاهدينا الكرام، يعني ما زال هذا الحديث وسيظل ملفا مفتوحا إلى أن تتضح كل الخطوط ويتم الإجابة على جميع الأسئلة التي يسألها المواطن السقطري والمواطن يعني بشكل عام في اليمن. ما الذي يحدث في سقطرة وما الذي تريده الإمارات منها؟ شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.